بعد أن
توفي متأثرا بطلق قرطوش. أثناء الاحتفال بخطوبة تجمع الآن المئات من أصدقاء وأجيران أمام مسجد في منطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية لتشييع جثمانه عقب الانتهاء من صلاة الجنازة عليه. وسافر في مقابر عائلته بمدافن الدخيلة غرب كما نشاهد في المئات من أصدقاء مصطفى جمعين أمام مسجد الدخيلة للتوديع. وكانت وفاة مصطفى أمس شعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور خلال خطوبة، وكان في طريقه لاستحقاق وانتقاله إلى القاعة لإتمام الخطوبة. كما نشاهد عدد كبير في المشهد لتوديع مصطفى عريس الإسكندرية والذي توفي يوم حفل الخطوبة بمنطقة العجمة غرب محافظة الإسكندرية. مشهد مهيب أمام مسجد الدخيلة لتوديع مصطفى عريس الإسكندرية. الآن تحرك السيارة التي تحمل عثمان مصطفى وأتفاق أصدقائه وأقاربه لا إله إلا الله في توديع
الإسكندرية من الناس الأخيرة في الإسكندرية.